السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. اشني اخي بشمس العشيه اللي وقعت لك واللي ما بغاش نسالك؟ خويا وقع لي واحد البروبليم اللي في 2014 كنت طايح مع واحد ختنا وكنت خاطبها وكنت فهمتي ناوي نتزوج بها، كنت دايره فهمتي الحلال ديالي، ناوي مع المعقول، كان في اخبار الدار وهي في اخبار دارهم. واحد النهار كنت غادي لعند الدياب وفهمتي راجع وانا ندير واحد الكسيده، درت كسيده ما بقيتش فيها شي 15 يوم بحال هكا، كنت تقاقت من راسي، درت واحد الكسيده بواحد الريبورتور تقاقت من راسي. صافي ختنا ما جات سولات فيا ما والو، كنقول او مال هاديش فهمتي، خصها توقف معايا في السراء والضراء ماشي غير في الزوينه. فاتك داير كسيده؟ عرفاتني داير كسيده وما جاتش عندي. صافي بقيت جالس بحال هكا فهمتي، ما كنقدرش نخرج، راك عارف كسيده ديال الراس راه راسك مشقق يعني، راه كتبقى مريحه في الدار. واحد النهار ودو معايا واحد الدريه صاحبتها، قالت لي وفينا مهدي لاباس، قالت لي راه اسماء راه كنشوفها مع عبدو صحيبي. صحيبي اللي هو هذا، هو هذا. دخلت لي الشك، كنقول او واش صاحبي غي فهمتي غادي صاحبي غادي اللي خويا اللي كنعتبره فهمتي محطوط، واخا محطوط معايا ما محطوش معايا فحال المدنيه، نقدر انا نجيب السيرو ونحطو معايا. كنقول او كيفاش خويا وصاحبي غدرني. صيفط لي ميساج. وي هادشي كامل اللي كيقول السيد بصح. صيفط لي ميساج في فيسبوك ما بغاش يجاوبني والو، كنصوني لي في ميسنجر والو والو. تداس شي 3 ايام هو جاوبني، قلت لي فين عبدو هاني، وانا نقول لي اسماء واش كانت معاك، ويقول لي لا راه جات عندي رسولتني عليك. قلت لها راه ما عرفتوش، راه انا ما عالم على والو، ما عالم لا على السيده لا على والو. بقات تدور لي هذيك في راسي، تنقول شوف الصحاب هذا صاحبي وغدرني، على بالك واحد اللي قريب ليا، ما تسرطاتش ليا وديك الدريه كدير الحلال. نو واش بصح والله نادى بصح هادشي كامل اللي انا كنهضر سيريو معاك بصح، فهادشي الله يعطيني شي مصيبه هاد الساعه المباركه اللي جمعتنا، كنقسم لك فمي بالله العلي العظيم الا هادشي فري، ونجيب لكم سكانيرات ونجيب لكم اوراق ديال الطبيب بلي هادشي فري، وانا ما فهمتي من تما مابقيتش كنتيق. ولكن بلاتي كيفاش دابا ما تفارقتيش مع صاحبك ما تناقشتو؟ دابا حيت ملي جيت نشوف قلت شوف هادي الدريه كانت معايا ومشات عند صاحبي، وفي الاخر صاحبي خلاته حتى هو مشى، يعني كيف ما دارت معايا انا وصاحبي غدير مع بزاف. يعني ما بغيتوش تخلوض بينات. شوف راه تمشي الدريه ولكن راه غيبقى صاحب فهمتي، صاحبك ملي كيرجع لك ويقول لك خويا اسمح لي وانا غلطت فيك وهادي ما ديرش بالك. مشات وحده يجيو 10 بغيتي تجوج، ما تقول لي هادي مصاحب معاها صافي زماني حبيبه بيبي، هادي خطب اخويا جمع الفلوس سير خطب تجوج، اما باش تقول لي طايح معاها غنمشي غنتزوج بها هضره خاوي. ما كان امن الميساج اللي كان الشباب خويا، كنقول لك شوف الصحاب اللي كيخلوض بيناتهم، الصحاب اللي كيخلوضوا ما بين صحاب اللي صحابهم، راه شوفوا راه حتى شي حاجه ما دايمه لكم، راه نهار غنموت وغيهزونا الرجال ماشي العيالات. بغيتي اخويا هذيك الدريه شفتيها انت وكتعجبك وطايح معها صاحبك، سير عند صاحبك قول له خويا هذيك البنت راه تعجبني، وهذه الا كان هو باغي يتفلى عليها انت سرها، اما الا كان هو باغيها للحلال ما تمشيش تفرق بينك وبينه وتولي على الوالو. هذا الشيء ما خدامش اخويا.